مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من عمان. في هذه الحلقة يسعدني أن أستضيف الفنان الكبير الأستاذ نبيل صوالحة، وغني عن التعريف، ولا نريد أن ننفق كل هذه الحلقة بالتعريف به، لأن حياته متنوعة عريضة واسعة ومليئة بالفن وبإسعاد الناس الذين كانوا ينتظرونه في الأردن. كانوا ينتظرونه كثيرا في شهر رمضان بعد الإفطار، وقد عرف المسرح مبكرا، فقد ابتنى مع هانس نوبر المسرح الأردني في وقت مبكر. لم يكن الأردنيون يعرفون المسرح كثيرا، ولكنه سهل عليهم هذه المعرفة بأن صنع المسرح الكوميدي والمناظر القصيرة وغير المزعجة وغير المترتب عليها جهد كبير، لدرجة أن الناس على مختلف مستوياتهم كانوا يذهبون إلى المسرح. حياته ثرية، فقد عمل وأنجز الكثير من المسلسلات، ولعل أبرز الشخصيات التي عرف بها أبو جزرة، أبو صبحي، وأيضا هناك مسرحيات ذات طابع سياسي. نبيل صوالحة وزملائه في المسرح جاءوا بالرؤساء العرب جسدا ولغة إلى خشبة المسرح ليتأملهم الجمهور الذي لم يكن يستطيع أن يقترب منهم سوى أن يراهم صور معلقة على الجدران. ولكن صوالحة ويانس أيضا وأمل جاءوا بهؤلاء الزعماء من مختلف الدول التي كانوا يحكمونها، أقصد الزعماء العرب، ووضعوهم على خشبة المسرح وحاكموهم بأسلوب كوميدي، فقد ارتضى أن يراهم الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه وأن يصفق لهم. وكما أن أولئك الذين شاهدوهم من مختلف القادة العرب كانوا يجدون في ذلك شكل من أشكال الوصول إلى الشارع. ثم تعلم المسرح أكاديميا حين سافر إلى لندن ودرس الدراما هناك، ثم عاد مرة أخرى، وقد عمل في أكثر من بلد، كما أنه عمل في الأردن التي أحبها كثيرا ورغب أن يستمر فيها. ولكن التصحر الثقافي والعوامل الطاردة كانت دائما تفرض عليه أعباء أكثر في سبيل التشبث بالبقاء في وطنه. هناك مسرحيات مثل أفول القمر وموتى بلا قبور وفندق باب العمود، وهناك أيضا مسلسل كتكوت، هناك مسلسل الفخ، الأخرس والقلادة الخشبية. أنا أعفيك من الذكر لأنه سأذكر بها، لحن البوادي والفرداوي ونقطة وصخر جديد، نظام عالمي جديد. هنا بدأنا ندخل إلى عالم السياسة. الله دخلت هنا في السلام. يا سلام، أهلا حكومة، مؤتمر قمة عربي، التطبيع، الحصار الذي صار، الصدمة، وأهلا حقوق الإنسان العربي، وهكذا. هناك العشرات من هذه الأعمال الناجحة التي ما زالت في أذهان الناس. عمر المسرح الرمضاني وجعله حيا ونابضا. غاب الآن هذا المسرح الرمضاني عن الانتظام لأسباب عديدة. غاب الفنان هشام يانس شريك المسيرة، وأيضا تشتت الفنانون الذين لم يجدوا من يعيد لهم الألفة والتجميع. لم يستثمر فيهم كثيرا للأسف في عالمنا العربي، لا يستثمر بالفنان، يستثمر بأشياء أخرى، يعني متناسين أن الفن يعيد صياغة العالم ويجعل الحياة أجمل، كما يقول الناقد النمساوي أرنست فيشر، الفن يعيد إنتاج الحياة. كان نبيل صوالحة يؤمن بذلك إيمانا مطلقا، أن الفن يعيد للحياة جمالها المسلوب منها، وهو يؤمن بالإضحاك، أي تعليم الضحك، ويحرص على أن يضحك الناس، وحتى أحيانا أن يكون الضحك في حد ذاته وليس لأسباب أخرى، لأنه يعتقد أن ذلك شكل من أشكال العلاج وشكل من أشكال تمتين البنية الاجتماعية وقبول الآخر والانفتاح عليه. فإن تشاركنا في الضحك فهناك إمكانية أن نتشارك في أشياء أخرى لم نتشارك فيها بعد.
دعوني أرحب بالضيف الكبير الأستاذ نبيل صوالحة. أهلا وسهلا فيك. يعني نحن انتشلناك من عملك وأخذناك من مشوارك وأنت ذاهب إلى العقبة، ولكني أريد أن أسألك ما الذي يفرحك في مسيرتك والتي لا أريد أن أسألك عنها كلها، ومن الذي يعني يجعلك تشعر بشكل من أشكال الأسى أحيانا؟ ما الذي يفرحك أولا؟ الذي يفرحني في الدنيا صدف اليوم أنا في إدارة الأراضي في عمان ودخلت طبعا في حوالي 4 موظفين قاعدين هيك وفي ناس قاعدين بيستنوا هيك، مع أنه يعني معاملاتهم كويسة في إدارة الأراضي، لكن لما أنا دخلت واحد يقول هيك قاعدين نبي صالحة تغير وجهه، ضحك زميله صار تغير، زميله ضحك، اللي وراي ضحكه، كل الدائرة صارت تضحك. طب ضلك زور اليوم أنا أسعد إنسان على الأرض لأني أنا جلبت الابتسامة لمجموعة من الناس كما كنت في مسرحك. هذا هو سر حياتي. نعم. سر سعادتي، سر صحتي. أنا بسوي رياضة. بتقدر تعمل هيك أنت وعمرك 80 سنة زي الله يعطيك الصحة. فهذا المشوار الحلو في الحياة، ويعني أنا ما بقدر أقول إني عانيت. فأنت بتقوم الصبح لوش تقوم؟ في عندك مشاكل بدك تحل، بدك في هالنهار. فأنا بأخذها. المشكلة النكدة هي اللي بتضحكني أكثر من المشكلة. شر البلية ما يدخل. أنا بقول للناس اللي بعد مرات تجي فاتورة بزعل. يا أمه بنرفز بنسم بدنه، بعدين بروح بدفعها بنسم بدنه مرتين. بقول لما تيجي فاتورة أقول عليها أقول أكلنا هوا. النتيجة واحدة. النتيجة واحدة. فهذا هو سر صغير في الحياة، إنه أنت كيف تعيش بسلام مع نفسك ومع غيرك من خلال ابتسامة، من خلال هيك. طيب دعنا نعود، لماذا ذهبت إلى المسرح في الأصل وأنت شاب صغير؟ إيش هو؟ لماذا ذهبت إلى المسرح في الأصل وأنت شاب صغير؟ والله يعني بالصدفة ولا؟ شوف هو إحنا في مدرسة مطران. نعم. مدرسة مطران إنجليزية. نعم. فهم بتعرف أخوي نديم كان فيها وكانوا يعملوا تمثيليات كل سنة. فواحد من المعلمين الإنجليز شجعوا يدرس تمثيل. سنة 53 أول أردني يدرس تمثيل، وبعده في إنجلترا وبناته من أكبر نجمات في إنجلترا أيضا. فأنا كمان مثلت أول دور مثلته بتذكر هو صاحب روبن هود هذا. نعم. الدب. نعم. الكبير. أوكي. هذا اللي بضربه أنا، كان عندي عضلات أكثر من هيك. فهو ساخر. نعم. فالناس يجوا قالوا لي أنت ساخر كوميدي. إيه زعلت أنا بدي أعمل دراما أردني. ولما رحت في إنجلترا وأنا بدرس هندسة عند معلمي أدرس دراما، قالت لي شو بتحب تمثل؟ قلت لها دراما أردني. طبيعتي اللي هي على المسرح الكوميدي هي طبيعتي في الحياة. ما عنديش طبيعتي. يعني ما عندك شخصيتين مختلفتين؟ ما في شخصيتين. يعني في اندماج ما بين؟ لا أبدا. ما تعمله على أنا نفسي وين ما كنت. ويمكن أنا لما أدخل على دائرة حكومية بمثل أكثر، بنضحك مع بعض أكثر من المسرح. وأنت بديت حياتك وبديت تبني يعني أيضا المسرح الأردني بديت فيه مع هانس نوبر. لا المسرح أول شيء بديت أمثل أنا في لندن مع البي بي سي. نعم. قبل أن وأنا طالب الجامعة. نعم. وأنا طالب في الهندسة كنت أروح أعمل برامج مع البي بي سي. خلص مهندس ومثل. خلص مهندس. بس عمري ما اشتغل فيها. نعم. بس دائما الهندسة فن حياة. نعم. دائما مفيدة كانت إلي. فسويت هناك. بعدين لما جيت على عمان. نعم. أتذكر أول ناس نادوني سمعوا أني أنا كنت أمثل في البي بي سي. شباب هيك، واحد لحام واحد نجار واحد شيء. استاذ بدايك لسنا. اوكي. شباب طيبين ومثلين بس ما بمثلوا الا سوفوكليس. كثير. شيء يعني جدا على الاخر. لانه في الوهره الاردنيه اللي معنا. اوكي. بعدين استلمت انا اول اردني ببدا اخرج في عمان دراماتيك سوسايتي اللي كان مؤلفها الجيش البريطاني. وكان ما زال فيها لسه الاجانب مستلمينها. دخلت انا بينهم وبعدين اخذتها وانا صرت البريزيدنت تبعها بالانجليزي كله. وبدي اشي بالعربي. ف يوم اجى واحد طلياني تعرفت عليه
نحكي الدنيا وندردش الدنيا. بقول له انا مسرح، قال لي انا شفت مسرحيه بتجنن في سوريا، انفخ واحد بدخل واحد بمسكوه الشرطه. صدفة قاعد اجى هاني سنوبر هون على الدنيا، وصلنا نمثل مع بعض في الاذاعه، بتعرف الاذاعه الاردنيه كانوا بس مذيعين اللي مثلوا. نعم نعم. احنا اول ناس ندخل من برا من خارج الاذاعه، اخذنا 60 دينار في الشهر. الممثلين جن كل المذيعين سجلوا، انا باخذ 30 كانوا. فقاعد بقول واحد طلياني حكى لي عن سوريا، وقاعد جنبي هاني سنوبر الاستاذي هذا انا. كيف هوك صوته دي؟ انا اللي مخرجها في سوريا، انا اللي مسوي التمثيليات. وين التمثيليه؟ جمعنا مع بعض. نعم. وقلنا خلينا نسوي عملتوا اعمال مشترك. ها عملتوا اعمال مشترك؟ بس قعدنا سنه نستنى نلاقي بنت. ما كان في، لقيت بنت للدور الصغير، الدور الرئيسي ما لقينا. لما رحت قابلت عرفت انه في بنت مارجو مالا جليان، جبناها وانطلق المسرح. انطلق. كان ذلك انطلقت متى؟ كان الثقافة والفنون بالستينات السبعينات. لا انا بدي اقول، انا كنت اقول ولا لا. نعم. لا في الستينات. في الاربعة وستين. نعم. تقريبا. نعم. فاجا المرحوم عبد الشريف عبد الحميد شرف. نعم. كان وزير اعلام. نعم. شاف المسرحية، لانه كنا نسوي مسرحيه يومين ثلاثه، هاي المسرحيه قعدت 13 يوم فول هاوس، شيء كبير اللي عملناها في العربي، ورحنا فيها على القدس ورحنا فيها ودرنا فيها. عبد الحميد شرف طب رجل مثقف ومطلع، سوى دائره الثقافه والفنون. نعم. اللي على الدوار الثالث. نعم. وصرنا موظفين حكومه. ويا ريت ما صرنا. طيب هذا كله كان مسرح تمهيدي ومسرح فيه كوميدي لكن فجأة انتم واذا بكم بتعملوا مسرح سياسي كوميدي، يعني اول ناس ادخل مسرح السياسي الكوميدي هون في الاردن. انتم، وكانت الاحداث زاخرة مليئة، وكان الناس يعني غير قادرين على فهم ما يجري. عملية السلام داهمتهم، وعملية الانفتاح مرافقة، كل هذا كان يبحث عن أسئلة، تبحث عن أجوبة. جيتوا أنتوا جاوبتوهم من خلال خشبة المسرح، وقربتوهم، جبتوا لهم الرؤساء العرب وتندرتوا عليهم. وكان لكم مواقف يعني مثقفة تماما. تندر عليهم؟ نعم. مش صعب جاء. ما بهذه الطريقة بس تقدروا تتندروا عليهم. لكن دائما بذوق. نعم. ما فيش إشي. نعم. يجرح. شوف، هو بين المشوار هذا مسرحنا في دار الثقافة والفنون اللي هو في الستينات، وبين بداية المسرح السياسي الجد اللي جاء الوقت والظرف والدنيا مع حرب الخليج في التسعينات، في مشوار كبير. نعم صحيح. ظلت نازلة طالعة. نعم. أنا دائما كان عندي حب السخرية. أنا كنت أسوي تمثيليات، يعني كنا نسوي تمثيليات الكلاسيكية تبع الكتاب العالميين، لكن أنا ألاقي شغلة اجتماعية فيها نوع من الغمزة على شيء له هدف في الحياة. وبعدين الكوميدي المضبوط اللي بدايات المسرح السياسي كان في التلفزيون المنفتح، لما بلشنا في أول واحدة مع مش متذكر هذا بيني و واحد عملناها في السبعينات. وجبنا كوميديين من مصر، سمير مطاوي، الفترة اللي كان فيها أبو عواد والمشيني، وهذه قبلها، هذول قبل منها، هذول طلعوا من هؤلاء، منها طلعوا شخصياتنا. نعم. انا طلعت سميح ابو جره، وكان المشيني يسوي سميح الملفلف. نعم. بعدين انا طورت له مثال، وكان صدق بيك موظف الحكومه. نعم. الكذاب اللي بضل يقول ها شو ها مشان يظبط الكذبه او الرشوه او غيره. فهذا على التلفزيون الاردني في السبعينات، يعني هو اللي حمل المسرح، متطور. هو اللي حمل المسرح التلفزيون. واول وحده باب العمود اللي ذكرتها. هي كانت عن المقاومه في فلسطين. نعم. يعني شيء لا يصدق. فهم. وبعدين انا في الثمانينات عملت برنامج بيني وبينك. أيوة. اللي هو كنت اعمل فيه هدول الشخصيتين الرئيسيات اللي هم تركيبه مجتمعنا، اللي هو سميح ابو جزره من يافا شايف. نعم. وفي صدق بيك من ماذا بالكرك هم تركيبه مجتمعنا. نعم نعم. انت كنت بتامن في ذلك الوقت بتوظيف المسرح، يعني انه يقول شيء يعني له هدف
بتحب تخليه يحل قضايا سياسية مثلا، يعلم الناس؟ إذا آمنت بهذا؟ هو ما نجح كثير في الأول. نعم. لأنه ما كان مع قضايا الناس. أيوة. ليش قلت لك أنا كنت أفتش؟ لأنه الناس مسيسة. أيوة. عند الزوج الهارب كانت. نعم. عن تركيبتنا الاجتماعية. نعم. بعضها أنا أخذتها. نعم. خلص ما بدي أوسكار وايلد ولا بدي إبسن ولا بدي هدول. عندهم هدول بيحكوا عن قضايا في الغرب. ما بتهمني. نعم. فبلشنا في هذا، وبعدين بلشنا مع عدنان الرمح، عملنا أول واحدة قضية سياسية مزبوط عملناها في مهرجان سوريا، وفي واحدة أفول القمر تبع شتاينبك عن حولناها المقاومة زي المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، كانت المقاومة الأوروبية ضد النازيين. فبدينا نأخذ شكل، لازم نحكي عن شيء، هدف، رسالة. أنا يعني مش هالقد بلد غنية ودنيا أقعد أسوي بغدادات مسرحية. مش شغلي هذا. نعم. فبدينا نتجه، فأنا يعني بدايات مسرحي الكوميدي كانت في في بيني وبينك. اللي أنا سويت الشخصيتين هذولا، كنت أسوي كل الشخصيات. نعم. فيهم. ولحد هلا في الشارع تصور هذا، عمال نحكي عن 80 من حوالي قديش 30 أكثر من سنة، 40 سنة، بلاقي ناس بيحكوا لي مشاهد من أبو جزرة كاملة أنا ناسيها. نعم. قديش بيأثر، لأنه بيأثر المسرح، قديش بيأثر هو المعلم 100%. نعم. معلم وما بدي. وأنتوا كان بإمكانكم تعرف هلا أنا تلفزيون. أنا يسألني امبارح شو شفت على التلفزيون، ما بتذكر. ما بتذكر. وفي قضايا كبيرة ممكن تحلوها عن طريق المسرح، بيعيشوها الناس زي العنف الجامعي، قضايا تعدد الزوجات، زواج القاصرات، وكله بنحل بالمسرح. لكن معطل هذا المعلم ليش؟ لأنه يعني التلفزيون الأردني اللي كان له دور مهم جدا. نعم. في فتح هذه الأبواب وأن نتطور إلى أن وصلنا إلى المسرح السياسي اللي لم يكون مثله في العالم العربي. صحيح. ولن يكون مثله. كانوا يجوا العرب احترامي إلى دوريد لحام، واحترامي إلى غير، بس مع مسرح الكويت اسم. عمره ما حدا ذكر اسم على المسرح. نعم. نعم. فإحنا يعني التلفزيون الأردني اللي دور تجيبوا الشخص واسمه. ويعني كنا نقدر نحكي. حكيتوا عن صدام، وحكيتوا عن القذافي، حكيتوا عن الملك حسين، وكل هؤلاء كلهم. نعم. جلالة حسين ما هو قاعد قدامنا واحنا. نعم. بنقلد فيه. نعم. كان عليكم ضغوط أو حدا يعني زجركم أو شوف منعكم؟ خلنا أقول لك شغل الفرق بيننا. إحنا أنا في الستينات أظني مع بدايات أستاذ دوريد عمل مسرحية سياسية وفيها سلخ كاسك يا وطن ولا أول واحدة، لا شوك ودبابيس إشي مش متذكر. نعم. وكنا إحنا وفد في سوريا. بعد ما خلصنا جينا قعدنا مع بعض، وكان أستاذ دوريد وكان وزير الإعلام، فقعد يقول له هي منيحة هي لا، هي مو هي هي قدامنا يعني شيء. نعم. طبيعي يعني زي ما تقول ناقد. ناقد بس يعني كان ماخذ حرية هائلة فيها. نعم. كان يفرجي يعني كيف الانقلابات السورية بتيجي وبطخوا بعض، يعمل مشهد. نعم. نعم. عنهم. نعم. احنا عمره ما صار معنا هذا الحكي ابدا، يعني ما حدا كان يدخل، عمره ما قال ترحيب ابدا. ابدا ما حدا ذكر اشي. بعدين احنا عندنا حس كان جدا اجتماعي سياسي قوي. مثلا نعمل شغل نحس انه هاي مسخرة على اللي بنحكي عنه، نقيمها تاني يوم. انا اذا بدي اسوي ابو حتى عمار، حتى ما تسيء ولا الشخصية، اذا بدي اسوي مثلا المرحوم ابو عمار، انا بتوي ابو عمار اللي عمال بيحكي سياسة كده، بس ما بقعد اضحك عليه. نعم. هو هيك بتقدم هيك شخصية، هيك تركيبته. بس انا ما بحكي حكي بس مشان اقلد في موضوع. هذه الشخصيات لما كنتوا تمثلوها كنتوا تتأثروا فيها؟ مش يعني هاي الشخصيات كنا اول شيء، هاي شخصيات. نعم. كان في شخصيات. نعم. نعملها على المسرح. نعم. طبعا بتأثر فيها انه يعني شوف هي، لأنه مسرحياتنا أنا وهشام كلها كانت المضبوط ملخصة كل القضية الفلسطينية. نعم. بالضبط، لأنه هي قضية جاذبة. في لأنه يعني لحد هذاك الزمان. نعم. لحد ما دمرت العراق كان في قضية فلسطينية وقضية للعرب يتفقوا عليها ويجتمعوا، قضية مركزية. شو فيها هلا؟ طلع ما في. صحراء. صحراء سياسية. وحتى المسرح غايب في العالم العربي، صحراء حمراء. للأسف يعني حتى المسرح المصري العظيم كله غاب وصار مضمونه، يعني مش المسرحيات العظيمة والكبيرة
ما عادتش الآن. الإنسان من قيمة أمته وأمته من قيمة الإنسان. أنت ذكرت عدة مرات أنه إحنا الفنان لا يعطى حقه كإنسان. لا يعطى حقه. أنو إنسان يعطى حقه كإنسان في العالم العربي؟ الفنان جزء بس بشكل. حتى صاروا بعض الناس باسم باسم الرحمن يقتلوا الفنان، يقتلوا الأديب، يقتلوا غيره وغيره. طب كيف تقرأ أنت الحركة الفنية الأردنية وتحديد المسرح أو الحركة الفنية الأردنية بشكل عام كمراقب؟ يعني أنت الآن ما بتقوم بعمل مسرحي الآن يعني هذه الأيام، ولكن لديك الرغبة في أن ربما تؤرخ بحضر أو تكتب. أيوة. كونك أنت درست كتابة مسرحية. أيوة. كيف بتقيم العمل الحياة الفنية الأردنية، ولماذا ستبقى طاردة وليس جاذبة، ومتى ستكون جاذبة؟ الحياة الفنية في الأردن والعالم العربي لا تختلف أبدا عن الحياة السياسية. لأنه إحنا السياسة بتلعب دور في خبزتنا، في كاسة ميتنا، في يوميا. هاي ما بتلعب السياسة دور البيت الأمريكاني. الأمريكاني بيسوي الانتخاب ودير ظهره وبروح كمل حياته. إحنا لا، بكرة الخبز بنزل. أمريكا أعطتنا قمح، هذاك ما أعطاك قمح، هذاك. فالسياسة بتلعب دور مهم جدا في حياتنا الثقافية. فالحالة الآن لا تشجع. أما إذا بدك على الأردن، أنا أحكي على الأردن، في حركة وفي شباب مبدعين، في أفكار، بيسووا مهرجانات مسرح، بيسووا غيره. بس ديمومة ما في. ها؟ ما في ديمومة. ما في ديمومة. ما في جمهور. عمل مؤسسي. يعني ما في جمهور ثابت. يعني إحنا اللي لما حكينا عن قضايا الناس وحالتنا السياسية وزعمائنا اللي بيلعبوا دور مهم في حياتنا اليومية، 7 سنين وإحنا فول هاوس. طبعا. ورجعت أنا من لندن، كملت أحيانا مع عمل وأحيانا مع حالي مع بنفسي، كمان أنا 10 سنين وفول هاوس. لأنه كنت أخذ قضايا الحالة، قضايانا كإنسان. المسرح الآن في الأردن في وزارة الثقافة، وفي شباب بيسووا مسرح، وفي مهرجانات مسرحية، بس يعني زي الماء المهدور. أنا لو بدي أعمل ثقافة ثقافة بلغيها مهرجانات كلهم هذا، وبعزموا النجم الفلاني وبقعدوا على هالطاولة وبسووا وبقعدوا. هذا ما بفيد. ما عندناش مصاري الشغل. ما عندناش مصاري. وزارة الثقافة بعطوها 2.5 ليرة مشان نسوي ثقافة. ما عندناش. أنا بوجه كل شيء للقضايا الاجتماعية هون وبرا عمان وبرا عمان. في عنا قضايا خطيرة. طيب أنت هلا كفنان لا تعمل الآن مسرح، لما بتمر بالشارع وبتشوف قضايا الناس، اللي محتاج على الضريبة، واللي محتاج في الدوار الرابع، واللي بيعاني البطالة، واللي قاعد عند برميل زبالة، واللي في عنف جامعي على الزامور بده ينزل يعمل لك مشكلة، والطلاب متقاتلين، والتعليم مش ظابط، والأطفال بيأمنوا بالصراع، الأجيال مش ردين على أهلهم، ما بتحس أنه أنت راغب تروح على الخشب رأسا مشان تجاوب على أسئلتهم؟ ما بتحس أنه أنت متألم أنك مش قادر تعمل شيء؟ كيف شو إحساسك؟ أنت بتذكرني مرتي طول نهارها بتشكي من الشغلات هاي. مرتي إنجليزية طبعا، بس بدها تحرر فلسطين، بدها تحرر سوريا، بدها تحرر العراق. طيب ولازم نسوي. أنا طبعا كعربي مرقت علي العصور وهرست عظامي ورجعت ركبتهم وهرستها ودنيا عبر التاريخ. ما في عمره محل بتذكر أنا أمتنا توقفها عنها الاحتلالات من بدايات، لأنه منطقة حلوة. فأنا لا بشوف وبرجع وبكتب، لأنه أنا وجدت أنه أساس المشكلة الأخلاقيات. نعم. يعني فعلا الآن مستوى. أعطيك مثل بسيط. أنا هو أنا مدرسة الأرثوذكسية بجنبيتي. نعم. طلعت امبارح في ست واقفة قدام الكراج مش قادر اطلع، يعني لو ما عندي جلطة بدي اروح المستشفى، متيت انا على الباب استنى فيها الست. بعدين لقيت كرت هيك عليه تلفون، ضربت، اجت تهدد كمان، اجت زعلانة. وبعدين بقول له بس والله يا مدام بدون ما اخذ هذا، بدون ما مش اخلاق، عيب. قلت لي العن ابوك. هاي الست
وسيارة ودارسة في قراية قارية في المدرسة. وهذا مثل يعني نحن لا نحن هذا بده علاج. هذا المسرح أكبر بدك علاج. بدك علاج بدك قانون وتعليم بدك قانون. بس أنا دوري إنه يعني مقابل هاي الست لما أنا سويت محاضرة عن الضحك قديش هو مهم إنك أنت أي مشكلة تواجهها في ابتسامة. إحنا عنا تحل المشاكل. الحديث النبوي الشريف اللي قلت لي قابل الحديث الجميلة ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. نعم هاي بتحل كل مشاكلك. صدقة هاي بتحل كل مشاكلنا. هاي فيها كل الدين والأخلاق وفيها التسامح وفيها العطاء ودين المعاملة. أيوة بالتالي هو الأخلاق. فمقابل هذا أنا لقيت واحد ذيك النهار في مادبة بيجي بيقول لي والله أستاذ أنا شفت محاضرتك في هذا وتغير الجو في بيتي كله. قلت ليش؟ قال كنت نرفز وسب على العيال وصرخ عليهم الدنيا. هسه بقول يلا يا الاخوان غير الجو. فانا سمعها كثير من الناس يجوا انت محاضرتك تترك شيء عندي. وهذا مش انا بقوله كومبلمنت، بقول هذا هدفي انه اترك شيء عندك تعيش بسلام. الحياه فن بسيط. مين استاذك بالفن بالمسرح؟ بالفن؟ بالمسرح. ما أنت فنك مسرح. أخي نديم. أخوك نديم. أخي نديم. طيب الذين رافقوك في مسيرتك الفنية أبرزهم مين في مسيرتك الفنية على الأقل بالأردن؟ في الأردن؟ نعم. يعني لا شك يعني أمل كان لها دور. أمل مين دور أمل يعني في أمل رأيك؟ دباس. نعم بعرف. أمل دباس ماذا تعني أمل عندها في الشراكة في الحس الكوميدي؟ روحها طيبة. روحها جاهزة. بس عندها في الحس الكوميدي ما ليس موجود عند الناس كثير. يعني خامة جملة عائل. الجملة لما بترنها خلينا نقول بترنها اوكي تعرف كيف. يعني ممكن انت توجهها. هي عندها موهبة ممتازة. بس في معظم الاحيان احنا هون مخرجيننا وغيره وغيراته بشوفوك في هالبرواز هم بحطوك تحكي فلاحي ظل تحكي فلاحي. لا انا في امل في واحد المسرحيات عملتها اجنبيه وعملتها بلغاريه وعملتها فلاحيه لكن فنانه كبيره. فنانه كبيره لو كانت في مكان اخر غير صحرائنا في المنطقه لكانت يمكن. والله شوف انا هذا ما بامن فيه. انا بعتقد انا ما بديش اكون كبير اكثر من الاردن. أيوة. انا سويت مع البي بي سي كثير وفي العالم العربي ودنيا وبيجوا من السعوديه بيعرفوني وفي الخليج احيانا. بس انا مهم عندي اهلي. نعم طبعا. مش مهم عندي انا. ليش ما تروح تمثل في مصر؟ طيب ما في مصر عندك؟ عندها كثير من مصر. وهي شبابنا اللي راحوا هناك وبدعوا كمان اعطيوا فرصه ممتازه الله يعطيهم العافيه. بس هذا مش عالمي. انا عالمي هون. نعم عالمي صدق بيك وسميح بجزو. هذول اللي بفهم عليهم. نعم. بفهم علي. نعم. وما بدي اطلع اكثر من هيك. نعم. لانه شوف طلعت انا قعدت سنه في لبنان مع الام بي سي برنامج السي بي ام. نعم. وبرنامج المسابقات غيره. تقعد في هالفندق شو العيش؟ صعب. النجومية الهاملة. وكلهم النجوم تعرفت عليهم. لا تفكر انهم عايشين في سعادة وزهزها او زيادة. قلق كثير. وفي منافسة كثير. وهذا مش عالمي. مش عالمي. انا اقعد مع زوجتي مع اولادي مع اصدقائي هون وتمارس حياتك. هذه هي نعمة الحياة. نعم. او ادخل على دائرة حكومية واحول الكشرات لابتسامات. والاردني بسوم. نعم. اعطيه فرصة. اعطيه. ولازم اظن بس ماخذ عنه انطباع انه لازم نعمل قانون ممنوع النق. هذا اظن تحاسب عليه ثلاثة اشهر ضلك بس تضحك في الشارع. هي الحكم. لانه في صاير حرفة النق. تقعد مع واحد شكوى. هلا بقول لك تقعد مع ناصحين تنصح. تقعد مع مدخنين بتدخن. تقعد مع نقاقين بغموا قلبك. فانا ما بقعد مع نقاقين. انا بعتقد في مشاكل عندنا. ما في مشاكل. وانا عايش في زائر امريكا وزائر العالم كله. ما في حدا ما عنده مشاكل. انت مثلت بالعرب ومثلت هلا لندن بسموها مدينه الجريمه. نعم. اللي احنا بنحكي هاي الناس دروها على حضاره. شباب بكون ماشي في الشارع بكله خنجر. واحد بكون اختيار ماشي بمسكوه بكسره بالدنيا. ما عندنا زيهم. لسه احنا ما زال احسن في امان. في نرفزات في شويه عنجهيات بعض مرات. انا ليش بقول النرفز الأردني ليش بطل نرفزة؟ تعرف شو النرفزة؟ أقول لك شو النرفزة يا إخوان. أنت بتشد حالك. ها واحد مرق قدامك بتسكر بتغلق. لما بتغلق ما بتتنفس.
لما ما بتتنفس شو بصير فيك؟ فيش اكسجين، لا مشان جسمك ينضف ولا مشان مخك يشتغل، فبطل في اكسجين المخ، فالمخ بتيس. فهذا ابن عم بطخ ابن عمه بدنا. هلا لو اي حوار او اي جدل، وكان يعملها معي محمد كمال رحمه الله مدير التلفزيون السابق، ادخل عليه انا بدي مصاري ما بدفعوش تعرف التلفزيون. ثاني واحد يا نبي الله واحد يدور هيك على المكتب ويرجع ياخذ نفس ويرجع تروح كل طبعا خلص. انت مع زوجتك مع زوجتك مع اولادك لا تجادل، لا تنرفز، النرفز يسمت بدن، النرفز بتمنعك تفكر بشكل منطقي، وبعض مرات بتحكي حكي او تعمل عمايل بتضر اقرب الناس الى قلبك. صحيح صحيح. طيب يعني انت لا لا ما ما سالتك ما ما جاوبتك على سؤالك. الفن في الاردن انا بوجهه زي ما قلت لك وزير الثقافه بوجهه كله لما هو مفيد للمجتمع. وشو بحل قضايا المجتمع؟ يعني انا بدي احل العنف الجامعي بنقل قضيه على المسرح وبجاوب 100%. نعم بدي احل قضيه يعني القضايا الاخرى مثلا. وبعدين هذا وزير ثقافه جديد هذا شاب ما شاء الله ممتاز مطلع ومثقف ومميز. هذا لازم يمنع الحسد في النقابه، حط قانون المقاهره بين الفنانين وبين بعض. يعني سوى مسرحيه بده يسوي مسرحيه مثلا عن الاخلاق او ضد الثأر او ضد الشغلات السلبيه اللي انا غير وراته، يعني بيل صوارها تعال انت بدك تمثلها، انا معروف يمكن لما اروح على مع عجلون يجي جمهور اكثر من ممثل مش معروف. صحيح. استعملني ما بديش منك مصاري. استعملني يا رب ما حل قضايا يا رب ما رد علي بس. بس بيقدر الجماعة هون يوجهنا كلنا. يتوجه كلنا يعني يشرك الناس اخلاقه جودته كله بيلعب دور بالمناسبة. انا لما بقعد نشكي من الشباب اللي ما بيشتغلوا مش هاي قضية تقعد تفتش من حي الله تلاقي لك واحد يشتغل شغل منيح. لا كله بده يقعد، كله بتوجه، كله بده يقول مهارات ما بتعرف مين انا، كله بده وظيفة ما عم يقعد، كله كلها اشياء ثقافة العيب كمان كلها اشياء سلبية. طيب يعني انت هلا من الذين تكلمت عنهم حكيت عن امل، مين كمان رافقك في هذه المسيرة؟ شوف يعني كرفيق لا شك انه انا وهشام مع اختلافنا التام في اسلوب حياتنا وتفكيرنا وشخصياتنا، لكن في تكامل هائل فنيا وكتابيا. مرات التناقض بيعمل 100%. الاضداد بيعمل عمل جميل. فاجتمعنا في يمكن هذول بتحصل يمكن مره كل 5000 سنه. حرب الخليج الاردن حوصر. بطل تفرق عنده عن مين بتحكي. كنا نحكي لا بتزعل السعودية بتزعل أمريكا. بطل هذا يزعل هذا كله مقاطعنا. فرصة. إجا شاب قالنا تعالوا سوونا المسرحية في كان زمان. ما زبطت معنا. حكيت مع أصحابي كتبنا مسرحية مشاهد. رحت على زميلنا هاني سلوبر كان هو مسؤول عن النصوص بس بحبش يقرأ، كان بدا يزعج من الشغل. فبقول لي شو؟ قلت له عن الزراعة والأخلاق. وهي كانت تقليد لكل الزعامة. فعملناها بالصدفة بالريجنسي. هذه أول واحدة. أول واحدة. عن ففجأة سلام يا سلام. عملنا لا عن نظام عالمي جديد. نظام عالمي جديد. حضرناها. أنا رحت قابلت أبوه لجورج بوش لأنه كان يعرف الملكة عليا وعملت دوكيومنتري عنها. فقلت له أنت بديت المسرح السياسي في الأردن. أنت اللي ألهمتنا. قال لي ريلي؟ واو جفل. قلت له لما قلت لنا في نظام عالمي جديد كيفنا، قلنا هاي كمان واحد سوينا عليه مسرحية وأنا كنت أقلدك وأضحك عليه. قال دازم مرة كلهم بضحكوا علي في أمريكا. أبوه لجورج. فهشام كان شخصي يعني شو ميزته يعني كيف بتقيمه؟ هشام كنا لما نقعد كيف بتميزه؟ عنده ميزة في التقليد هائل. تقليد خاصة صوت الملك حسين وشخصيته. أوكي. وبعض الزعماء الثاني وغيره وغيره خدافي وبغني في القعدات بس ما كان لها نصوص. بدها نص التقليد دقيقة وبعدين خلاص بتزهق فلاش بده يكون له نص. فاجتمعنا مع بعض في هاي الشغلة. فأنا أنا دراستي غربية. هو دراسته مصر غير. فهذا الشرق والغرب تجمعنا. هو بكتب
بس يمكن بطول شوي. انا بظني الخص ما بتطول بضيع البلاغه بس كلمه زياده بتزهقك الكلمه زياده نعم. فهذا التجمع وانا بكتب وهو بكتب وبنشارك مع بعض فكانت يعني الظرف السياسي، الظرف الاجتماعي، الظرف الاقتصادي، الظرف المنطقه، كل شيء اجى مع بعض. ف انتوا افترقتوا نتيجة مرضه ولا افترقتوا قبل ولا بعد؟ لا، سنة الاخر 76 كنا مسوين سوينا 7 مسرحيات. ف يعني بدأت خلينا نقول حالة تنافس الاجتماعية تتريح شوية. انا قلق بمخي مش قلق مالي. نعم. فبدأ هو يريح، انا بديت احس انه نشفنا. كتبنا عن كل شيء، خلصنا. وانا طبيعتي كل 6-7 سنين بوقف وبرجع بدرس. بدك تتجدد؟ بروح برا، بروح اتجدد. ولا بتصدي بتسوي؟ انت عارف يعني انت طول نهارك داير برا من اثيوبيا لغيره لغيره. هذا غذاء. غذاء عقلي وروحي. فانا قلت له هاي المسرح لك والهدول لك، انا بدي ارجع. سجلت في اوكسفورد كتابه، لانه شغله واحده بقول لك ليش يعني هججني. رحنا احنا على فلسطين، انا ما حبيت اسرائيل ابدا، ولم ورأيت انه لن يكون هذاك سلام. بس عانيتوا انتم من زيارتكم يعني؟ اجى هون بعض الناس، عانينا من زملائنا. طبعاً الناس ما عندها مزايدين. بالعكس لما رجعنا مسرحنا تعبى اكثر. طبعا فنانين. بس الفنانين لقوها قميص عثمان عانت هذول الناجحين خلينا نجيبهم. ما اثروا علينا، ما اثروش على حالهم. فهذا الظرف اللي اجى ما بيجي منه كثير. وكملنا بعض. هلا بعد انا انت رحت باتجاه اخر. انا بحس ان شفت، ولما شفت لازم اوقف. زي ما كنت في مركز الاميره هيا، درته وشغلته واسسته 18 سنه، حسيت انه خلص لازم اترك. الكل بيجي بيقول لك والله يا المركز كيف بده يعيش بدونك؟ قلت له هاي لازم اهرب منها. ايوه هذه في عندنا هاي المشكله. لما يقعد واحد فوق على الكرسي بربك. فانا قلت له انا بدي ارجع ادرس. اي المسرح لك والمايكروفونات لك وغيره كل شيء لك، الله معك. انا ما بدي شيء. واصل هو. انا ما بدي. فهو كمل. نعم. بس يعني ما كنا نكمل بعضنا فيه صار ناقص. نعم. انا اجيت شفت له مسرحيه في شغلات كنت بقول له مظبوط صحيح. كنا احنا كجمهور كنا نتساءل في شيء ناقص. لما كان هو يعمل هو مع أمل، كنت انت غايب، كان في نقص. لما كنت انت تعمل ايضا مش موجود. مخه خلاق كثير هشام. بجيب بس ما بلمع. يعني ممكن تجيب انت تكتب 5 صفحات تحطهم. انا كنت اقعد انا وياه وزبطها ودنيا نسويهم صفحة ونص ذهب. نعم صحيح. اللي ما فيهم ثاني ما تضحك وثاني ما تخليك تفكر. بالضبط، حتى ما يصير نوع من هذا. انا هلا ما بسوي مسرحيات اكثر من 45 دقيقة. نعم. ما بدكش اكثر. بس يعني جاء ظرف تقليده الهائل للملك جلالة المرحوم الحسين ولبقية الزعماء. وانا كنت اعرف شوية لكن تحسنت معه. اتحسنت، اخذت منه. لا انت ماخذ نمط اخر تماما مختلف. طيب استاذ نبيل، كيف يعني انت بتقيم وبتقرا الحركه الفنيه المسرحيه تحديدا الفلسطينيه، يعني رغم الاحتلال؟ يعني هل هي حركه بمستوى التحدي لك ملاحظات يمكن ان تدفع الى الامام؟ يعني كيف تقراها؟ بدي اجاوبك انا شقين للجواب. واحد فيهم تصير تقول لي في المستقبل يا رب هاي الحركه السورية الفلسطينية. بدنا نرجع سوريا ونخلص من هذا الكلام. بخرب علينا. الحركة الفلسطينية حبيبي تاريخ فلسطين. تاريخ. لا أنا بحكي هيك لأنه ستي أنا في الجلية. بوجوجلة. ويمكن منهم أنا ماخذ الفن. أنا زرت فلسطين وشفت الحركة الفلسطينية، الفلسطينية اللي في الضفة والفلسطينية اللي وراء الخط اللي المحتلة. نعم. بشقيها. نعم. بشقيها. في موهبة هائلة وعندهم شيء مميز لأنه عندهم قضية.
مميزة، عندهم معاناة، عندهم معاناة ولكن لا يتاجروا بها، يقدموها بفن راقي. أنا شفتهم في لندن، وفي لندن مرغوبين جدا وعلى مستوى أعلى المستويات، اللي إحنا هون ما صار عندنا هي إلا مسرح نبيل وهشام قدمنا في أوروبا وغيره وغيرات. فأنا بعتقد يعني بس يخلصوا من الاحتلال راح يكونوا مثل كبير للمسرح الأفضل في العالم العربي. نعم. لأنه بيحكوا من قلبهم، بيحكوا عن دمهم، وفي تشجيع لهم على المستوى على المستوى الرسمي في فلسطين. عمرها آلاف السنين. نعم. أنت لا تأتي اليوم من اليوم، أنت جاي خلاياك وجيناتك عمرها آلاف السنين من التطور والثقافة في فلسطين. فأنا الحركة الفلسطينية مثل جيد، وقابلت هناك ومدعومة، وزارتهم تدعم وحتى قيادتهم تدعم، في لهم دعم ورعاية. شوف يعني ما عندهم وزارة عندهم، بس هم شباب متحركين عندهم طاقة وما بستنى معونة مشتغل. أنا رحت قدمت عرض مسرحية في شهر رمضان هناك، وقابلت كم من شاب هناك مميزين مميزين. فالمضبوط يعني أنا بتمنى شي يوم بس إذا انفتحت إنه أروح أمثل لي دور اختيار عندهم هناك في فلسطين مع الشباب المميزين. إن شاء الله. لا لا طيب. أنا أعتقد فلسطين كانت وبتعرفي كان فيها الفن وستبقى كانت محطة فنية. يعني كانت أم كلثوم تيجي تغني في على مسرح يافا وفي السينما. كان عباس العقاد والمازني، كان أحمد شوقي، كل الفنانين الكبار في مصر ومن العالم العربي، ومحمد الجواهري الشاعر الكبير الجواهري بيافا يوم حط بين الركاب جاء زارها. كانت القدس وإذاعة القدس القديمة اللي بعدين انتقلت إلى عمان، كان في حركة ومسارح وسينما في بداية القرن الماضي، فكان في حركة فنية واسعة وكبيرة ومتأثرة بالتفاعل. ولو ما صار في فلسطين اللي صار، كان أنا بعتقد بنتقل الفن المصري بنزرع الهلال الخصيب في فلسطين. نعم في فلسطين. طيب الأفلام اللي بيعملوها هلا صحيح عالمية. نعم يعني أنا سعدت بهذا اللقاء، ومشاهدي الكرام في نهاية هذا اللقاء مع الفنان الكبير نبيل صوالحة، أود باسمكم أن أشكره على إجابتي على أسئلتنا وهذه الفرصة التي أعطانا إياها. مستمعي الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج من عمان. شكرا جزيلا. شكرا يا هلا صديقي. سلام. 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 سلام.